ما حكم كتابة الروايات الحديثة وكذا قراءتها سواء للدراسة أو للمتعة مع العلم أن يدرس؟ والله المسألة ديت بعض الناس منعوها، ولكن أجد في نفسي يعني أجد في ده ليس حكما شرعيا، ولكن ده رأي خاص بي قد أكون مخطئا فيه، أجد في نفسي أنه لا غضاضة في ذلك الأمر. طبعا بالضوابط الشرعية،